شفت الكلمة الجميلة للمعصوم؟ المصيبة بالصبر أعظم المصائب. فإذا نخسر الثبات ونخسر بقية الصفات الجميلة والمكارم من الأخلاق. ما هي علامات الصابر؟ الصابر في رسالة في لسان النبي صلى الله عليه وآله ثلاث علامات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية: علامة الصابر في ثلاث، أولها أن لا يكسل، ما عنده كسل، والثانية لا يضجر. احنا البحرنا نقول لا يجدر، لكن العرب يقول لا يضجر. والثالثة أن لا يشكو من ربه. خلينا نتعرف على هالعلامات الثلاث. قال الرسول: لأنه إذا كسل فقد ضيع الحق. إذا واحد كسول تجي له: قوم صلي يا ولدي قبل لا تطلع الشمس. الحين تروح قمتي؟ ها الحين لا، طلعت الشمس وضيع حق الله. تقول لي: يا ولد عمي انت مو ابوك وامك كبار يحتاجونك، اخر مره متى زرتهم وشفت حاجتهم؟ ان شاء الله الليله. صدق الليله قال بروح. انا سالتك من متى ما رحت؟ الليله انا معزم اروح، متى ما رحت؟ قال: والله اخوك من ليله 12 يمكن رحت، 10 12 يوم كذي يتكلم. من يدبر امرهم؟ مو انت المفروض؟ الكسل يعطل الحقوق. انا الان واجبات علي، اذا صابر على اتيان الواجبات ما يضيع حق، اما اذا يجي الكسل لا ياتي صبر على الواجبات تجاه الله وخلق الله، بالتالي اضيع الحقوق. هذا واحد. اثنين، الضجر اذا جاء. الان الضجر اذا جاء، الروايه تقول: واذا ضجر لم يؤدي الشكر. الانسان اذا شيش غلباله يتضجر ينسى كل النعم، كل النعم ينساها. تقول له: وش فيك فلان؟ قال: وش في يا اخوك، ضجر كذا صادني كذا كذا كذا. والعمي انت حل صادق من الله في قبال ذلك تقدر تعد نعم الله انت؟ قال: لا ما اقدر. ولو وياك الجن والانس يقدرون يعدون النعم؟ لا ما نقدر. زين ليش تشكر ربك؟ يعني ليش متجدر؟ وش سوي يا اخوك خسرت كذا؟ شوف اذا ما في صبر حتى الخسارة الجزئية تنسيه كل النعم الأخرى، فلا يشكر الله. الشكر روح. لهذا احنا نقول انظر للنعم. تروح لواحد ها تزور مريض يقولك خسر عيونه، تروح له تقول له: وش احوالك حج فلان؟ يقول لك: الحمد لله رب العالمين انا بخير واجد زين، اكو عندي عين واحدة، احسن ناس عينين ما عندهم يا شيخ، الحمد لله الله خلى لي واحدة. شو ما يتكلم عن الخسارة، يتكلم عن الرزق الموجود. وتروح لواحد، أنا دشيت على واحد من أصدقائي كلش منهار على الإيدة فيها التهاب، من دشيت قال: شيخ عاد تعال اقرأ علي، عاد كلش بموت، ما في إلا التهاب، يحطون لي في السيلان مضاد وتنتهي القصة. أنا شفته كلش نفسيته، قلت بروح عليه شوي بخليه يبتسم. جيت قلت له: إن شاء الله جيب يدك، بسم الله الرحمن الرحيم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في يا شيخ ابتسم. قلت له: هكو الحين نص العلاج استوى، يوم ابتسم ليش مستسلم لمرض بسيط؟ هذا بيحطون لك سيلان فيه كذا وانتهت القصة، ما تحتاج هالانهزام النفسي الكبير. فالإنسان إذا صادت مشكلة ونسى وضجر منها ينسى نعم الله كلها. الثالث قال: وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. يعني أنا دشيت العلاج الطبيعي مودي ولد من أولادي اثنين شيوبة عندهم رجائي لمسة وتمارين، فواحد حالة أشد من الثاني. قال ليه الأولي الحالة أشد؟ يقول للثاني: أنت قول الحمد لله ما فيك شيء يعني. قال: يلا خير. يبين أقول الحمد لله؟ أي الحمد لله، أي والله الحمد لله. أنا ابتسمت قلت: يعني الحين الحمد لله دي خلاص من الله، لا يحمد بعد اليوم على ابتلاء في رجولك، مع أن اللي تحت أشد منه بس مو راضي. فاللي يشكو ربه عاصي. فالرواية تقول: وإذا شكى من ربه عز وجل فقد عصاه. إذن لا ينبغي أن نكسر ولا نضجر ولا أن نشكو من ربنا تبارك وتعالى، فإنه لا تعد نعماؤه ولا يحصى ثناؤه. يعني لو إيش تقول على الله؟